الشيخ يوسف جواد الحسناوي، أهلا ومرحبا بك أستاذ الحوزة العلمية أظن في النجف، تفضل يا شيخ. أهلا وسهلا بك أخي، تفضل. الحوزة العلمية بالنجف الشيخ يوسف؟ أنا في الديوانية مولانا. في الديوانية، حياك الله. نعم. شيخ يوسف جواد، علشان بس المشاهد يعرفك أكثر خصوصا المشاهد الشيعي. شيخ يوسف، الرواية الموثقة الصحيحة التي يدعي المجلس تواتر أمثالها تقول أن القرآن عندكم الإمامية عدد آياته 17,000 آية، أين ذهبت هذه الآيات وقرآننا 6,236 آية؟ نعم، تفضل. الآن موضوعك، يعني أنت في البرنامج على تحريف القرآن أو نقص القرآن أو زيادة في القرآن، هكذا يعني هذا موضوعك الآن الذي تبحث عنه؟ نعم نعم نعم، لعلك سمعت ما طرحت. نعم. لا، أنا لم أسمع شيء، أنا أخبرتكم أني كنت خارج البيت يعني. والله الأخوة تواصلوا معك قبل البرنامج، وعلى كل حال أهلا ومرحبا بك في كل حال. نعم، أهلا وسهلا بكم. الموعد منذ البارحة، أنت اعتذرت عن نعم. الحلقات الماضية وواعدتنا نعم. هذه الليلة، فالموعد عندك والموضوع أخبرت به. في كل حال هذا سؤالنا يا شيخ يوسف. لم يخبرني أحد عن الموضوع، ولكن ماكو إشكال يعني بالنسبة لتحريف القرآن أو زيادة في القرآن ونقص في القرآن. أولا، هو القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى دون، ليس كما عندنا وعندكم، ليس في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا متعارف عند الشيعة والسنة. ليس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي ليس في زمان الرسول؟ نعم، ما هو الذي ليس في زمان الرسول؟ دون أها. في زمن الرسول أم غير أم بعد وفاة الرسول؟ دون؟ نعم نعم، كتب دون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلود وعلى جريد النخل دون كقرآن وعلى الحقيقة. غير ذلك كتب في زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم كتب ولكن نعم، جمعه يعني قصدي دون جمع في جمعه. اي نعم، في جمعه جمع في زمان ابي بكر رضي الله نعم عنه يعني بمحضر الصحابة جميعا واتفق. نعم، بعد وفاة. نعم اخي، انا اتكلم ويا ثاني، يعني بعد وفاة الرسول جمع، هذا دون وجمع بعد لا وفاة. لا، انتبه الى نقطة في غاية الأهمية. الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه الصحابة حفظوا في صدورهم وكتبوا على العظام وجريد النخل والجلود وغيرها، كتبوه في زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما استحر القتل بحفاظ القرآن في معارك حروب الردة مع مسيلمة وغيره بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في حرب المرتدين التي قادها أبو بكر رضي الله عنه، وكان من نتاجها أم محمد ابن علي ابن أبي طالب الحنفية التي كانت من سبي بني حنيفة. الشاهد الشاهد هذا، أنا لم أختلف معك في هذه القضية، لم أتكلم بهذه القضية. نعم. أقول القرآن الذي بين أيدينا الآن متى جمع؟ بعد وفاة الرسول، هذا ما تكلمت به. حفظ في زمان الرسول وجمع جمعا بعد وفاة الرسول، ماذا تريد أن تصل إليه؟ هذا تكلمت به أنا، هذا ما تكلمت به أنا، يعني بعد وفاة الرسول جمع القرآن الكريم. نعم، ماكو إشكال بيني وبينك الآن. أنت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع القرآن الكريم الذي هذا بين أيدينا، هذا الجمع للقرآن الكريم أخذ من المسلمين الذين يحفظون القرآن المدون على
الصفاح عندهم الآن يعني هذا القرآن عبارة عن ماذا؟ فلان ينقل عن الرسول، صحيح لو مو صحيح؟ فلان كتب عن الرسول قال هذا القرآن وشهد على ذلك اثنان بأن هذا القرآن. طيب طيب عشان نختصر يا كلامي شيخ، كلامي في إشكال الآن؟ كلامي في إشكال؟ لا ليس في إشكال، ونحن نقول القرآن محفوظ بحفظ الله أولا قبل حفظ الصحابة، إنما هذا توفيق من الله لأبي بكر حينما جمعه بعدما استحر القتل في الحفاظ. أخي سؤالي أخي. سؤالي أخي. قرآنكم 17,000 آية. أنا أريد أن لم تجب على سؤالي، لم تجب على السؤال شيخ يوسف. هو جاي أجيبك على سؤالك. أنا جاي أقول لك القرآن عبارة عن روايات فلان عن الرسول، عندك اختلاف بهذه القضية؟ لا شك أنه نقل الصحابة عن الرسول. نعم لا شك أنه نقل الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حفظوها من فمه صلى الله عليه وسلم. نعم حفظوها، هو نقل يعني رواية عن الرسول. أكو غيرك غير كلام عندك؟ لا لا ما عندي. يعني القرآن عبارة عن رواية عن الرسول وتكفل من رب العالمين بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه أيضا كذلك إنها ترجع إلى رواية، هذه هي نفسها أنت الذي تقول بها هذه إنا أنزلنا الذكر. يا شيخ يوسف أفصح ما عندك، أنت الآن لا تجيبني على السؤال، أنا أسأل أنا الرواية منطق عقل ومنطق. اسمح لي أمام المشاهدين، الرواية التي تقول أحاديثكم أو قرآنكم عفوا أخي. في الرواية الصحيحة التي يدعي المجلسي أنها صحيحة 17,000 آية. أنت الآن متصل بي على الفضائية وتريد من عندي جواب، أنت لا تعطيني مجال أتكلم. والله الوقت كله لك، لكن جاوبني على سؤالي. أنا أجيبك أنا بمنطق والعقل. أخي اسمح لي، تفضل الوقت لك تفضل. والموضوع أنا فهمته، خليني أتكلم حتى يفهم المشاهد وتفهم أنت شنو مغزى كلامي. سأعطيك الآن شيخ يوسف الوقت، لكن امنحني ثانيتين أبين لك الأمر. أجب على السؤال لا تلتف عليه. أخي هو جاء أجيبك على السؤال، أعطيني وقت. الوقت كله لك تفضل. الله يحييك شيخ يوسف، والوقت لك تفضل. لا تقاطعني أنا فضل. خليتك تتكلم، ما قاطعتك، لا تقاطعني ولا يهمك، تفضل. لاحظ فلاحظ هذه الشبهات اللي توضع في الذهن. القرآن عبارة عن روايات، متفقين سنة وشيعة وجميع المسلمين، عبارة عن روايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقلت. أما أن تقول إنه محفوظ بحفظ تكويني لو تشريعي، هذا عن رواية أيضا، إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه رواية منقولة عن أحد المسلمين عن الرسول. إنا نحن نزلنا الذكر، نعم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه أيضا رواية منقولة عن أحد المسلمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. فهذه لا يخذ بها أنت تقول إنه هذه تحفظ القرآن، يعني أكيد تحفظ القرآن، هي دليل على حفظ القرآن، دليل على حفظ القرآن من نفس القرآن عبارة عن رواية. أيوة. نحن نتخذ الدليل العقلي في أن هذا القرآن هو القرآن الذي بين أيدينا. أنت ماذا تقول؟ الروايات فيها الآن ظن شك يقين، أعطيني الآن يقين إن هذا القرآن كل ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا دليل يقيني، أعطيني إنه هذا القرآن الذي بين أيدينا، ما اختلف فيه لا السنة ولا الشيعة. السنة تقول هناك نقص وهناك زيادة، وكذلك الشيعة تقول، ولكن الشيعة نعم كثير روايات تقول إنه هناك نقص في القرآن. الآن أنا لا أنحاز إلى مثلا جانب السنة أو جانب الشيعة حتى أميز إنه هناك، ما عندي يقين، إنه ما عندي دليل يقيني في كلام لا كلام السنة ولا كلام الشيعة. أنت أعطيني دليل يقيني الآن أمام المشاهدين، عندك دليل يقيني إن القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي بين أيدينا، أعطيني بدليل النقل أو العقل. انتهيت؟ تفضل. انتهيت؟ تفضل. تفضل. هل أجبت على السؤال الذي طرحته عليك؟ أجبت نعم أجبت. هل أجبت على الرواية التي قلت؟ لاحظت أنك حينما كنت تطلب الوقت تريد المراوغة فقط، لم تجب على السؤال.
وأنا الآن لوقتي لوقتي لو سمحت، أنا أعطيتك الوقت كاملا، أعطني وقتي. تفضل. لاحظ أيها المشاهد الكريم، التف على هذه الرواية الفضيحة التي هي صحيحة عندهم، وهي من رواية المفترين عن على لسان جعفر الصادق أن القرآن الذي نزل به جبرائيل 17,000 آية، لاحظتم؟ وهو الآن يلتف إلى موضوع أثبت أن هذا القرآن صحيح، أعوذ بكلمات الله. أما يقول أن هذه الآية رواية واحد عن النبي، وهذه جهالة عظمى كبرى يا شيخ يوسف، وعجبا لكم أنتم أساتذة حوزة، أولا لا تدرسون القرآن في حوزاتكم، هذا ستعترف به أنت، أول من يعترف أنت أستاذ حوزوي. ثانيا لا تعلمونه لتلاميذكم، ولا ربما يعني تدرسونه أصلا تفسيرا وغير ذلك. الشاهد من هذا تقول رواية أحد المسلمين، بل رواية جمع من الصحابة. يا رجل، عدد الحفاظ الذين قتلوا في حادثة بئر معونة من حفاظ القرآن 70، عدد الذين استشهدوا في حروب الردة من الصحابة الحفاظ كثير، عدد الذين بقوا على حفظ القرآن من لسان رسول الله كثير. تحدثني عن زيد أم عن ابن مسعود عن ابن عباس أم عن عمر أم عن غيرهم من الصحابة، وكلهم لهم روايات يعني تنقل عنهم، ها ينقل عنهم القرآن. هؤلاء جمع عن جمع عن جمع. تقول لي واحد؟ ما ألومكم، لا ألومك يا شيخ يوسف أن تجهل ذلك، فهم يقولون القرآن محرف و17,000 آية. تقول أن السنة تقول هناك زيادة على القرآن، أقول هذا محض افتراء، بل بإجماع أهل السنة ومن خالف من ذلك ليس من أهل السنة أن القرآن لم ينقص حرفا واحدا بالإجماع، ويضللون من يقول غير ذلك. هل تكفر من قال بتحريف القرآن؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الأول حتى الآن ما أجبتني عنه. روايتكم في الكافي تقول أن قرآنكم 17,000 آية، 11,000 آية وين راحت؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لاحظوا إخواني المستمعين المشاهدين، إخواني المسلمين، كيف هناك تكون شبهات في العقل، كيف من يريد أن يزرع الشبهات في عقول المسلمين. أنا أتكلم عن أصل قضية، لا أقول إنه نقل عن شخص واحد هذه الآية واتفق عليها وإنها غير موجودة وإنها أو موجودة، لم أتكلم بهذه القضية، وإنما تكلمت في أصل القضية. القرآن الكريم قلت هل هو يقينا هذا الذي بين أيدينا؟ أنت يعني ماذا تقول؟ يعني يوجد هناك من عنده القرآن ونسى؟ يعني الذي نقل القرآن هل هو معصوم عدا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تقولون لا يوجد معصوم على عقائدكم، والآن أتكلم عقائدكم ماذا تقول؟ لا يوجد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس على عقائدنا، على عقائدكم. من نقل القرآن معصوم؟ إذا اتفقت 70 من المسلمين كان رأيهم معصوما إنه لا يوجد نقص في القرآن. وبالنسبة هذه قضية على أصل القضية، ولا هذا مثلا شخص نقل على القرآن كما الآن وضع شبهة في العقول. الشيخ لاحظ جاي يتكلم على أصل القضية، القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو نقله المسلمون إلينا وصل إلينا الآن كاملا؟ عندنا دليل يقيني على هذه القضية معصوم نقل لنا هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى؟ شيخ يوسف، شيخ يوسف، بعض المسلمين، شيخ يوسف، هل يوجد ولو واحد في الألف؟ لا دعني أتكلم، هل يوجد ولو واحد في الألف
من الاحتمال انه لن هذا القران ليس كاملا. بعض المسلمين وموجود في روايات كثيره في صحيح البخاري وصحيح مسلم تقول بانه القران ناقص، عن عائشه عن رضي الله عنها عن الصحابه رضي الله عنهم، موجود هذه الروايات كثيره سواء عند السنه وسواء عند الشيعه. انا تكلمت في اصل القضيه يا اخي، انت الان امام المشاهدين تضع شبهات وتقول انه ليس من شخص واحد ومن 70 محفظة القرآن وغير. نقول هذا الذي نقل القرآن هل هو معصوم؟ الذي جمع القرآن معصوم؟ يوجد آيات غير هذه الآيات نسى سهى يوجد من الناس؟ لم لا يوجد من حفظة القرآن من نسى أو سهى؟ تفضل. لاحظ أخي المشاهد الكريم، للمداخلة الثانية يفر من السؤال القاتل. القرآن 17,000 آية، القرآن عندهم 17,000 آية. المسكين الشيخ، وأعتذر عن كلمة المسكين حقيقة، يعني تريد أن تتعلق بالأمل بالاحتمال واحد في الألف؟ لا لا لا، القرآن نقله جمع عن جمع عن جمع، واتفاق الأمة على أنه محفوظ. لا معصوم، محفوظ، نعم، إجماع الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينقل علي ويرويها عن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي الكوفي عن علي بن أبي طالب، وينقل عن علي آخرون، وينقل عن عمر آخرون، وينقل عن أبي هريرة، وينقل عن ابن مسعود، وينقل عن غير من الصحابة، جمعا جمعا جمع، نعلم أنه خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما اختلف. هذا أولا. ثانيا، القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنت إلى الآن، نعم، أولا تحتال على السؤال، لم تجب، لم تجب. ما حكم من يقول بأن القرآن محرف؟ هل أصاب أم كفر بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أولا. ثانيا، تقول البخاري ومسلم يقولون أن القرآن ناقص، أعوذ بالله، هذا والله الافتراء، وهي حيلة العاجز حقيقة. القرآن عند البخاري كامل محفوظ، وعند مسلم كامل محفوظ، لكن لأنكم لستم بأهل القرآن تذهبون إلى روايات القرآن أو الروايات التي تقول أن هناك آيات نسخت رفعت من القرآن في زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إن الله على كل شيء قدير. هذا هو النسخ في القرآن، وموجود عندك في كتبك قضية الناسخ والمنسوخ. تريدون أن تجعل الناسخ والمنسوخ تحريف؟ نقول لك الآن، والسؤال للمرة الثالثة، والمشاهد الشيعي يشاهد أستاذ الحوزة العلمية بالديوانية الشيخ يوسف جواد الحسناوي ضيفنا هذه الليلة، الله يحييه. شيخ يوسف، الرواية التي هنا قرأناها قبل قليل من كلام المجلس، ماذا تقول فيها يا شيخ يوسف؟ اقرأها معي يا شيخ يوسف، اقرأها معي. من مرآة العقول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. المجلس يقول فالخبر صحيح، ويقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة. تعليقك يا شيخ يوسف. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياة الله أخي، تفضل. شيخ يوسف، أخي أنا لا هل السؤال صعب لهذه الدرجة؟ لا أثبت، لا اسمح لي، دعني أتكلم. أنا لا أثبت أن هذه الرواية صحيحة ولا أنفي، لأنه أنا كما قلت لك لا يوجد عندي دليل يقيني عقلي 100%
أن كل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ يوسف عندك جواب على السؤال الذي بين يدينا. لاحظ أنا لا أثبت هذه الرواية ولا أنفيها من الناحيتين. تقية. ما عندي لا احتمال في الإثبات. تقية. ولا احتمال فيما. دعني أتكلم يا أخي. تفضل. أعطيتك فرصة تتكلم، دعني أتكلم. لم أثبت هذه الرواية ولا أنفي هذه الرواية لأني ليس لدي دليل يقيني 100% أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن هو كل ما أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. ليس عندي دليل يقين. أنا كرجل دين، اسمح لي أتكلم. يعني فإذا عندك أنت دليل يقيني 100% كل ما أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كلام الله هو هذا الكلام الذي بين يدينا بين أيدينا، فأعطني الدليل على أمام المشاهدين. طيب. فأعطني دليل يقيني كل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله هو هذا الذي بين أيدينا، لا يزيد ولا ينقص. أعطني دليل. ذكرت لك قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وآياته الباطل. أتشك بهذه الآيات؟ قدم شك. لحظة المراوغة هذه ما تمشي. ذكرت لك تواتر النقل عن النبي من لسان علي، تبطل نقل علي من لسان الصحابة، تبطل نقل الصحابة. هذا أولا يلزم تواتر هذا موجود. أنت تعتقد لحظة أكو فرق. علي معصوم، علي عندك معصوم لا يخطئ. يا أخي أريد أبين لك قضية الفرق بين الكلام وكلامك حتى يستبين لك. أنت أولا لم تجب على كلامي ولا على أسئلتي، وقرأت عليك الرواية 20 مرة ولا أثبتها ولا أنفيها. أنا ما هذا الاحتيال؟ أنا أجيبك الآن. لاحظ اسمعني، أعطيني فرصة. أنا لا أنفي بل على يقين بأن الآيات الآن التي بين أيدينا هي من كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الذي بين أيدينا كلام الله سبحانه وتعالى. يقينا عندك؟ يوجد كلام ناقص. اسمح لي مجاي أتكلم وياك. يوجد كلام زائد عند دليل يقيني؟ ما عندي دليل يقيني. يوجد نقص عند دليل يقيني؟ يعني لا تقبل نقل علي؟ اسمح لي جاي أقول لك هذا القرآن. طيب والله يا شيخ كلامك واضح ومكرور. لحظة يا شيخ يوسف، شيخ يوسف كلامك مكرور وتريد أن تراوغ فيه لا أكثر. علي بن أبي طالب نقل القرآن أم لم ينقله للأمة؟ تفضل. أنت تتصل بي تطعن بي في عدالتي يا شيخ. الإجابة أنا أطعن في الإجابة ولا أطعن فيك. يا أخي إجابتي إيش أنت تقول؟ لا سؤالي. أرجوك. لا أراوغ. شيخ يوسف تفضل. سيدنا علي نقل القرآن للأمة أم لا؟ نعم. سيدنا علي نقل القرآن للأمة أم لا؟ نقل القرآن للأمة؟ نعم. تتكلم على عقيدتي أم على عقيدة المسلمين جميعا؟ أنا أتكلم الآن على عقيدة المسلمين جميعا. أنا أتكلم عن عقيدتك أنت. لا على عقيدتك. لا تسألني على عقيدتي فقط. أنا على عقيدتي أن هناك معصومين، إمام معصوم ينقل القرآن للناس. هل نقل على عقيدتك أنت لا تعتقد بالإمامة؟ طيب ما خالف، خلنا من الإمامة. أن هناك إمام معصوم. لا تريدني أن أجيب على عقيدتي أم على عقيدتك أنت؟ أنت تريد على عقيدتك. عقيدة الإمامية. أنا عندما أدخل محاورات، لاحظ أخي، أنا عندما أدخل محاورات أتبع الدليل العقلي والفلسفي. خلك في الفلسفة. القرآن ابتعد عنه. لا أتبع الدليل الفقهي، لو استدلال فقهي. أنا أتبع دليل عقلي ويقيني وفلسفي. إيه نخل. والله ما أضلكم، ما أضلتكم. لا تتهرب من الجواب. يا شيخ يوسف. لا تتهرب من الجواب. شيخ يوسف. أعطني دليل يقيني بأن القرآن الذي. شيخ يوسف. ليس فيه لا. شيخ يوسف. أعطني دليل يقيني. انتهينا من هذا السؤال المكرور وجاوبتك عليه 10 مرات. لماذا تكرر؟ لأنك ما عندك حجة. خلني أجاوب لو سمحت.
قلنا نقل علي بن ابي طالب الان. لا حول ولا قوه الا بالله. يا شيخ علي انا جاوبتك، تركنا الفلسفه. اسمعني 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 يا شيخ يوسف، الفلسفه التي تدرسونها في الحوزات وتمنعون تدريس القران ولو على مستوى التلاوه كما يقول الخامنئي، لا اله الا الله، وكما يقول كمال الحيدري، وكما يقول محمد حسين فضل الله، كلهم يعترفون بهذا، هي التي أضلتكم عن القرآن فتجهلون هذا الجهل. سؤالي محدد، سيدنا علي نقل القرآن للأمة أم لا؟ هل السؤال صعب؟ نقل القرآن للأمة؟ نعم. أنت تريد أن تجيبني على عقيدتي لو عقيدة المسلمين جميعا؟ على عقيدة على عقيدتك تفضل. على عقيدتي إمام معصوم ينقل القرآن، بل هو قرآن، هو قرآن كريم، ما شاء الله، هو كلام الله. هل القرآن الذي نقله موجود؟ ماذا؟ القرآن الذي نقله موجود؟ يعني تقصد أن عند علي قرآن مدون، هذا الذي الحديث الذي يتداول عند على ألسنة الشيعة بأنه قرآن فاطمة الزهراء، هذا من أنت الآن تقصده؟ هل نقل سيدنا علي للإمامية قرآنا للمسلمين، قرآنا اختر ما شئت، هل نقل قرآن؟ نقل قرآن يعني مدون، لا يوجد قرآن مدون بين أيدينا للإمام علي عليه السلام. لا إله إلا الله، أعوذ بكلمات الله، هذه عقيدة التحريف. هذا القرآن المطبوع في مجمع الملك فهد أيها الشيعي منقول عن عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب بإسناد حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي الكوفي عن علي بن أبي طالب، لكنهم لا يؤمنون به، ولذلك ترى هذه الإجابة. هو وحده فقط، ليس الصحابة جميعا، وليس هو ليس بمعصوم عندك، ليس بمعصوم، يخطئ في نقل القرآن يا أخي، ما يخطئ، اسمح لي. إذن على مبانيك، لحظة لو سمحت لي دقيقة فقط، لو سمحت يا شيخ يوسف، على مبانيك، لحظة لو سمحت يا شيخ يوسف، أنت لم ينقل القرآن، علي فقط وحده عليه السلام نقل القرآن، جميل جميل، هكذا لا القرآن الذي الآن مطبوع. لحظة، نقل سيدنا علي في عقيدتك وحده حجة دامغة قطعية يقينية، تريد أن تذهب إلى المسائل الفلسفية نذهب إليك، قول سيدنا علي أن هذا القرآن الذي رويته عن النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك أن تقطع يقينا أنه منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بحسب عقيدتك لا يخطئ، لا ينسى، لا يذنب، لا يسهو. أنا قبل قليل سهوت في آية، علي بن أبي طالب عندك لا يسهو، انتبه، هذا الفرق بينه. تفضل اختم يا شيخ، لأن الوقت أزل. سلام الله عليه يقول هذا القرآن الذي نتداوله الآن بين أيدينا هو كل ما أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة. من القائل؟ أعطني رواية. من القائل؟ أعطني رواية تقول عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول كل ما أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. لا، عقيدتك مختلفة عن هذه، هذه عقيدة أهل الإسلام. عقيدتك تقول أن قرآنك 17,000 آية، لا يمكن أن تروى أن سيدنا علي يقول أن هذا القرآن هو هذا فقط. نعم، أنت تثبت بذلك عقيدة التحريف التي تعتقدون العقيدة الكفرية التي أسسها ولاة الكوفة. شيخ لك دقيقة تختم بها، تفضل. نعم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا ممن يرد الشبهات. كلام الله سبحانه وتعالى عندنا يقينا، هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى. أما في الشبهة هل هناك زيادة أم نقيصة، لا يوجد عندنا دليل يقيني 100%، هناك يوجد هناك زيادة أو نقيص، لا ننكر
كل ما مذكور في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن هذه بين يدينا هو الذي أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن توجد زيادة، توجد نقيصة، العلم عند الله، لا يوجد عندنا دليل يقيني بهذه القضية. أما الشيعة قالت إنه توجد زيادة، كذلك نقول لا يوجد عندنا دليل يقيني. طيب. السنة قالت يوجد زيادة، يوجد نقيصة، كذلك واضح 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 كلامك. حياك الله. القرآنية إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية هي نقول هي من نفس القرآن، ولا يوجد دليل على نعم 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 نعم. إنا نحن نزلنا الذكرى وليس أنزلنا يا شيخ. وعلى كل حال نشكر الأستاذ الحوزوي بمحافظة الديوانية الشيخ يوسف جواد الحسناوي على هذه المداخلة. لاحظتم المراوغة، البعد عن الجواب، لأن القرآن الذي يعتقده 17,000 آية. هذا البرنامج برعاية شبكة منهاج السنة.